مساء السعادة، مساء الخير عليكم. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار مع ياسمين. الحلقة النهاردة هنكلم فيها كل أم عندها طفل شقي مجننها في البيت، مش عارفة تتحرك منه، مخلي عينها في وسط راسها زي ما بيقولوا. مش عارفة هل هو فعلا شقاوة عيال، ولا هل هو فرط حركة، ولا هل هو ايه؟ وفعلا الطفل دوت نيجي نشوف كده نلاقيه الام دايما تيجي تقول لنا ده هو دايما بيشتكوا منه في المدرسه، دايما مش شاطر في المدرسه، دايما مش منتبه اصلا معايا ولا مع اي حد بره، سواء في المدرسه او غير المدرسه. عايزين نعرف يعني ايه اصلا تشتت انتباه النهارده، وايه الفرق بين تشتت انتباه وشقاوه الاطفال. كل ده هنعرفه النهارده. معانا ومعاكم النهارده دكتوره سحر بدوي، دكتوره بمستشفى التقوى. اهلا بيك يا دكتور سحر. تسلمي يا حبيبتي، اهلا. نورتينا في البرنامج. انتي النهارده بقى اكتر عايزين حبيبتي. نعرف منك الاسئله دي، يعني عايزين نعرف اصلا هو ايه الفرق بين شقاوه الاطفال، نوضح فرط للام الحركة. كده، وفرط الحركه، ويعني ايه اصلا فرط حركه وتشتت انتباه. ده ايه المصطلح ده؟ المصطلح دوت هو اضطراب سلوكي بيقابل مشاكل كتير جدا من الولاد. تمام. تمام. يعني هو الطفل عامة بيبقى الشقاوة المعروفة احنا عارفينها، الأطفال كلها عارفينها، تمام. اللي هي الطفل بيلعب بأسلوب معروف، تمام. بقواعد معينة، بتعليمات معينة. والطفل اللي عنده شقاوة زيادة دوت طفل بيبقى بيلعب شوية، بيتشقى شوية ويسكت، ويعني يعني في استجابة منه ان هو ممكن يقعد يعمل معانا واجبات، يعمل معانا، يلعب معانا، مفيش مشكلة. أما الطفل فرط الحركة دوت ده بيبقى عنده اضطراب. الطفل دوت ما بيقعدش خالص، ما بيعندوش تمام. فترة سكون نهائيا، بيطلع وينزل وينط ويروح ويجي ويطلع، ما بيقعدش خالص. قصدك يا دكتور ان الطفل فرط حركة اصلا بيكون عنده حركة لا ارادية، يعني هو مش عارف هو عايز ايه تقريبا. بالظبط كده، هو ايوه بيعمل حركات عشوائية كتير جدا، ايوه وتبص تلاقيه على طول رايح جاي، طول ما هو قاعد مش قاعد في مكانه خالص، رايح جاي في الشقة بطريقة اللي هو حتى مش بيبقى عارف هو بيعمل ايه، هو رايح جاي بس، هو عمال بيكسر، هو عمال بيلعب في الحاجات اللي موجودة في البيت. هو على طول طفل اندفاعي جدا، تمام. ما عندوش انتباه، وبيتميز ان هو الانتباه بتاعه مشتت. بيتميز يعني معظم الاطفال اللي عندهم فرط حركة بيبقى مرتبط معاهم تشتت الانتباه. فعلا ما بيبقاش عندهم انتباه، ودايما تيجي الام تقول اصلا انا ابني عنده مشكله، مش منتبه، بكلمه مش منتبه مش معايا، منتبه. لا انا ولا كمان اي حد. انا كمان ممكن انادي عليه، هو ممكن يكون قاعد معايا وانا عارفه ان هو بيسمع كويس جدا، اجي انده على الطفل دوت ما بيردش عليا، بيظهر دايما ان هو مش سامع، بيظهر دايما ان هو مش عارف، يعني مش عايز يستجيب لحد، على طول منشغل بالالعاب، او على طول منشغل بحاجات اللي بيعملها، ومش مركز في اي حاجه في البيئه. تمام. دايما تلاقي الطفل دوت عنده مشكلات كمان في اللغه، يعني بص تلاقي الطفل دوت عنده مشكله في اللغه، دايما بقى عنده تاخر لغوي صح فعلا. بسبب ان هو عنده على طول تشتت، تمام. ما بينتبهش الكلام اللي حواليه، ما بينتبهش الكلام والدته ولاخواته ولاصحابه، ودايما عامل مشاكل كتير جدا 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 فعلا في انا عايزه الاسره اقطعك يا اكتر دكتور كمان كمان من بره. في هل تشتت الانتباه بيعمل مشكله في التحصيل الدراسي عند الطفل؟ يعني جدا جدا، لان الطفل دوت يعني بيبقى قاعد في الفصل، الميس شغاله او المعلم شغال، وهو مشتت ومش مركز خالص. هتبص تلاقي كمان بيشتت صحابه معاه، يعني تمام. الطفل بيبقى قاعد مش منتبه، مش مركز مع الحصيله، يعني المفروض ان هو يعمل يبقى في حصيله لغويه، يبدا ان هو يركز في الكلام اللي الميس بتقوله، او الفصل الدراسي عامه بيبقى فيه كمان قواعد، هتلاقيه ما بيقعدش خالص. تمام. يعني الطفل ده ما بيقعدش خالص، طول ما هو فعلا في الفصل هتلاقيه على طول واقف، على طول بيلف. المستاد دايما بتقولك ان هو لما بيكون اصلا في طفل فرط حركة في الكلاس، هو لا بيتعلم ولا بيخلي ولا اللي حواليه بيخلي غيره فعلا ده يتعلم. غير، يعني هي بتبقى طالعة كده اللي هو امتى الحصة هتخلص، عشان بالظبط كده، هو فعلا وبيعمل لهم مشاكل كتير كمان قوي يا بالظبط ياسمين. كده. يعني ممكن يعمل للميس اللي معاه، ممكن يعمل معاها، يعني يعمل لها هي مشكلة كبيرة جدا، يعني ممكن يحط مثلا قلم في عين طفل، ايوه ممكن يقطع، ممكن يكسر، ممكن يعمل اي مشكله سلوكيه، يضرب اي حد، ايوه تبص ايوه تلاقيه يعمل مشاكل كبيره ده جدا. غير انا شفت في اطفال فرط حركه في الفصول وفي في الدروس وغيرها، بيبقوا قاعدين اصلا في الفصل كده، يعني بيعمل ما كده فيش اصل الطفل دوت ما وكده بيقعدش خالص، حتى قاعد ايوه هتبص تلاقيه في حركه، في حركه في دايما جسمه حركه في غريبه. رجليه، في ايوه ايديه، بيهز في اي حاجه. دي من صفات اطفال اللي عندها فرط حركه، ما بيريحش خالص، هو طول الوقت حركه في حركه في حركه.
طب عايزين نعرف بقى او نعرف الام دلوقتي اللي بتشوفنا، هو ايه اصلا سبب فرط الحركه؟ يعني دايما الام تقول لك ايه اشمعنى ابني ده، طب ما انا اخواته تمام طبيعيين، تمام هو ايه السبب اللي هو جاله فرط حركه ده؟ مش فاهمه هو جاله من ايه اصلا. هو الاضطراب دوت ليه اسباب طبعا كتير جدا، والعلماء مش محددين سبب معين او سبب واحد ليه، هو ليه اسباب كتير جدا. من الاسباب دي في اسباب وراثيه، ان الطفل مثلا بيبقى وارث الجهاز العصبي لاحد الوالدين عنده، يبقى عندهم مثلا مشكله في الجهاز العصبي، عندهم مشكله في الانتباه اصلا، وكان عنده تشتت اساسا سواء والده او والدته. تمام. ده دي عوامل وراثيه. في عوامل كمان عندنا عوامل عضويه. العوامل العضويه دي تبقى مثلا الام الحامل بتبقى يعني انا عايزه افهم فرط الحركه، لو الاب فعلا عنده فرط حركه او الام في عندها فرط الصغر، حركه، هو بيكون عنده فرط يعني حركه؟ مش فرط حركه بمعنى كلمه فرط حركه، بس ممكن يكون تشتت انتباه، يبقى يعني الاب نفسه او الام عندها مشكله في التشتت وهي صغيره، عندها تشتت في الانتباه، ده بيورث الابناء فرط الحركه ده، بيبقى عندهم تمام قابليه. تمام ده برضك ده دي يعني من اسباب، دي من اسباب، من احدى الاسباب. تمام في اسباب تانية عضويه، ان الام مثلا بتبقى حامل بتدخن، الام مثلا وهي حامل جالها حصبه الماني، دي من الاسباب اللي بتعمل فرط حركه. تمام الام مثلا اللي بتتعرض كتير لاشعه او تعرضت لاشعه اثناء الحمل، اثناء الولاده الطفل مثلا تعرض لنقص اكسجين، ده من اهم الاسباب اللي بتبقى فعلا ايوه فيها انا فرط شفت حركه في اطفال للاطفال. كتير كده فعلا. ونقص الاكسجين دوت مشكله كبيره جدا، لان مش بيعمل بقى كمان فرط حركه وبس، ده كمان بيوصل كمان الطفل صعوبات تعلم وحاجات كتيره جدا. دي من الاسباب اللي اكتر من اكتر الاسباب اللي بت 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 يعني بتسبب فرط حركه للاطفال. تمام. طب يا دكتور انا عايزه اعرف برضه، هو فرط الحركه ده لو هو موجود عند الطفل وهو صغير، تمام، هو تمام. اصلا بيبقى موجود عند الطفل من سن كام؟ من سن كام بيبدأ يظهر فرط الحركه عند الطفل؟ هو يعني الفرط الحركه دوت بيبقى قبل 7 سنين، يعني هو قبل 7 سنين كل الفتره دي بيظهر فيها العرض دي، تمام. طب واعراضه طبعا معروفه، الام بتيجي تشتكي، يعني في اعراض معروفه احنا لفرط عايزين الحركه. نوضح للام يعني ازاي بقى تفرقي بين ابنك اللي هو عنده فرط حركه وبين ابنك اللي عنده شقاوة عيال، لان بمجرد ما الام تلاقي ابنها بتنطط شويه، ايه ده ابني عنده فرط ايوه حركه، لا انا طبعا لازم اروح اكشف لا، عليه، هو بتبقى بيبقى حاله شقاوة عيال عاديه. صعبه وحاله زياده عن اللزوم. ايوه ويعني من اعراض مثلا فرط الحركه ان الطفل دوت ما بيقعدش خالص في مكان، الطفل دوت دايما هتلاقيه ما بيقدرش يكمل واجباته خالص، او اي عمل هتديه له او اي مهام هتديها له مش هيكملها لك للاخر. تمام. دي حاجه. الطفل بس ما بينامش كتير او ما بيعرفش ينام فعلا كويس، تبص تلاقيه الماما حتى تيجي تقول نومه، لك ده بينام ساعتين ثلاثة. لا وحتى نومه حتى اثناء ما هو نايم تبص تلاقيه في تقلبات كتير، في ازعاج كتير وهو نايم، تبص تلاقيه يصحى وينام كتير. دي من اعراض فرط الحركه. الطفل دوت مش بيقدر يعني يستنى دوره، لو هو بيلعب مع اصحابه فعلا. ما بيقدرش ان هو يستنى دوره، ما بيقدرش ان هو يتتبع التعليمات، عشان كده كمان هو بص تلاقيه في المدرسه ما بيعرفش يقعد، ما بيعرفش يتتبع تعليمات المدرس او المدرسه اللي واقفه معاه، تمام. فدي من اعراض طب انا فرط عايزه الحركه. اعرف برضو يا دكتور منك حاجه، هو طفل فرط حركه لو هو لو فرط الحركه عنده ماما ما عالجتهوش او ما اكتشفتهوش او ما دورتش من هو صغير تمام وفضل معاه مكمل، هل هو بيفضل معاه مكمل وهو طبعا كبير في طبعا. مرحله المراهقه وفي ايوه طبعا، في الشباب؟ مرحله يعني بيفضل مستمر معاه لغايه الكبر في مرحله المراهقه، ولما بيكبر كمان وبيسبب له مشاكل نفسيه كتير وبيفضل جدا مكمل بنفس طبعا. المقدار ولا لا لا، ممكن يقل؟ بتبقى اقل شويه، تمام. يعني كل ما بيكبر بيقل شويه معاه، بس المشاكل النفسيه هي اللي بتاثر بقى، بس هي دي اللي بتسيب اثر جامد، لان هو ما بيقدرش يعمل صداقات خالص، ما بيعرفش يتعامل مع اصدقاء، وما بيعرفش يتكيف مع المجتمع اصلا، ايوه فدي بتبقى مسببه له دايما مشكله نفسيه. انا بحس، مندفع، ايوه هتبص تلاقيه مندفع، انا بحس ان هم بيتصرف عندهم زي انفصام في الشخصية بهمجيه، كده. اه بيتصرف بهمجيه مع الناس اللي حواليه، فتبص تلاقيه دايما عنده مشاكل نفسيه، ان هو حاسس ان هو مش عارف يتكيف، لان هو اصلا من الاول ما اتعالجش. بالظبط. انا بحس ان الناس ديت وهي كبيرة، لو واحد مثلا متجوز ومخلف او شاب مثلا، هو ممكن يكون طبيعي، وبعد مجرد ما قلت له كلمة عادية هو ممكن يناقشك فيها، لا هو يتقلب زي ما يكون يندفع، يندفع ما تبقيش ويتنرفز فاهمه ويبقى السبب زي ما ايه، يكون ما وحش تبقيش قدامي، فاهمه، ما تبقيش اللي هو فاهمه بتبقى السبب كلمة ايه. عادية انا ما عملتش حاجة لكل ده، ده فتحسي نتيجه ان ان زي ما هو يكون عندهم انفصام في الشخصية. لان هو فعلا ما اتشخصش من الصغر واتعالج، او ان احنا اشتغلنا عليه في العلاجات بتاعته، او ان هو راح لدكتور واتشخص واتعالج،
الام ما خدتش بالها، كل الحاجات دي بتتراكم بقى في الاخر. بس اكتر حاجه بتاذيهم فعلا الحاله المزاجيه والنفسيه، كل الحاجات دي ما بتبقاش مظبوطه عندهم. انا برضو شفت حاله برضو واحد قتل واحد ودخل السجن، وبعد ما دخل الدكاتره قالوا ان هو اصلا عنده فرط حركه وهو صغير وما اتعالجش، تمام فعلا. وهو كان بيعمل ايوه بلاوي بيبقى قبل فيه دي كتير. عدوانيه، حتى ايوه الطفل نفسه فرط الحركه بيبقى عنده عدوانيه، وعنده يعني تحس طفل يعني ما بيعرفش يتعامل مع اصحابه، حتى يعني كل مشكلته مع اصحابه ان هو دايما عدواني، ان هو بياخد حاجه وعايزها وخلاص، عايز يلعب باللعبه دي بس، مش طب إيه انت مره وانا مره، لا انا عايز الحاجه دي. تبص ايوه ليه كتير قوي بيخش في نوبات يعني غضب، لان هو مش عارف يتبع اي تعليمات اي قواعد، ما بيحبش يلعب كمان يعني، برغم ان هو حركي جدا طفل فرط الحركه، بس ما صح، بيحبش ده مش الالعاب حركي جدا، في ولا بيحب اطفال بيمشوا على التدريبات. الحيطه. ايوه ده بالظبط مش كده حركي. بالظبط كده بالظبط كده ده انا بشوف اطفال فعلا عندهم هايبر اكتيفيتي، اللي هو يبقى مثلا في مول كده وشايفه طفل ماشي مع مامته، فعلا. هو بس بتحسي مامته مكلبشاه كده وما بايديها بيعرفش كمان الاثنين. المخاطر يا ياسمين، ايوه ما بيعرفش مندفع المخاطر جدا. يعني، لو فعلا خارج مع باباه او مامته ممكن يسيب ايديهم في ثانيه ويجري على اي عربيه، العربيات معديه هو يعدي، ممكن يوقع نفسه من بلكونه، ممكن يعمل اي حاجه غلط، خطر، ما بيدركش المخاطر، انا وما بحس ان كمان ما الطفل بيخزنش مواقف حياتيه خالص، فعلا يعني حتى لو انت عاقبتيه على اي موقف مثلا عملوه، مثلا ولع كبريت او عمل اي حاجه كبيره وانت عاقبتيه، مش فاهم. بجد ما بيخزنش، ما عندوش ان هو يخزن المواقف الحياتيه ويستفيد منها. تبص تلاقيه بيعمل نفس الحاجه تاني وبيتعاقب صح. تاني، فهو كده مستمر على طول. ايوه فبصراحه الله يكون في عون الاب والام اللي معاهم طفل فرط انا حركه بحس في اصلا البيت، مفيش اسره بتكمل يعني بالظبط مع كده، بعض، عامل هو عامل وفي طفل ازعاج، فرط عامل حركه. ازعاج كبير جدا، وبالذات كمان بقى في المدرسه. او هو يقول لها انا اعمل لك ايه، انا هقعد لك بالعيله، تقول له انا انا تع... مالي اه مش بيبقى عارفه في ايه. مشاكل كتير فعلا في الاسره بسبب الطفل دوت، ايوه عامل فعلا فعلا. مشاكل كتير جدا. طب بعد اذنك يا دكتور ناخد مكالمه تليفونيه نرجع نكمل كلامنا. تمام. معانا مكالمه تليفونيه، استاذه عزه. الو، ايوه اهلا. ايوه معاك لو سمحت. ازاي حضرتك يا استاذه عزه؟ اتفضلي. ايه 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 استاذه ايه؟ استاذه ايه معايا؟ تمام اتفضلي، بس اتفضلي ممكن توضحي اتفضلي. صوتك شويه او تعلي صوتك شويه؟ انا عندي مشكله صغيره اقول لك عليها. اتفضلي يا حبيبتي. انا عندي يعني في الخطوبه كان خطيبي كويس معايا، ولما اتجوزت اتغير. مش فاهمه، احنا مش سامعين. طب ممكن تقربي التليفون منك عشان انا احنا مش سامعين، الصوت مش واضح. بقول لك انا كنت في فتره الخطوبه كان خطيبي كويس، ولما اتجوزنا بقى شخص تاني، تمام. وكل حاجة لو جبت حاجة محامي بنص، لو جبت أكل أي حاجة ممكن ترن عليه بجانب يعمل تسوي. أنا أعمل إيه؟ هو الطفل عنده كام سنة طيب؟ إيه؟ الطفل عنده كام سنة؟ أنا ما سمعتش أنا السؤال. عشان كده أنا بقى أنا شكرا شكل يعني للمداخلة. هي أصلا المداخلة شكلها مش لينا أساسا أيوة هي المداخلة غريبة وفي نفس الوقت أنا مش سامعة هي قالت إيه. يعني، حتى بحاول يعني هنتكلم عن طفل، طب هي نتكلم عن طفل المداخلة دي عنده كانت كام عايزة سنة؟ الحلقة اللي فاتت. كانت عايزة الحلقة اللي فاتت، تبقي اعمليها تاني بقى. تمام. عايزين نكمل كلامنا. عايزة أعرف الطفل ده أصلا هو ليه يعني لما بيروح مين اللي بيشخصه؟ هل هو بياخد يعني مين بيشخصه؟ هل دكتور ولا هل أخصائي لازم ولا هل مين؟ دكتور مخ واعصاب، ويكون كمان نفسي اطفال، مش اي دكتور مخ واعصاب، هو اللي بيشخص الحاله، هو اللي بيعمل المقاييس، وهو اللي بيعمل الاختبارات علشان خاطر يبين لنا الطفل دوت عنده فعلا فرط حركه ولا لا، لان في اعراض كتير لفرط الحركه، تمام. والطفل لازم يكون معدي 6 نقاط في الاعراض دي، والاعراض دي لازم تكون مستمره معاه 6 شهور، تمام. ولازم تظهر في بيئة أو بيئتين، في بيئتين أو 3 كمان، يعني تظهر في المدرسة وتظهر كمان في البيت، يعني ما ينفعش يبقى الطفل شقي جدا 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 في المدرسة، والمدرسة عمالة بتشتكي منه والمدرسين بيشتكوا منه، والأم تقول لك ده هو هادي جدا في البيت وما بيعملش أي قلق. لازم يكون المشكلة في البيئتين دول، يعني يكون في البيت ويكون في النادي أو يكون في المدرسة نفس المشكلة، ما ينفعش اوكي يبقى في بيئة غير بيئة. غير بيئة، صح كده. طب انا عايز اعرف منك كمان يا دكتور، هو لما بيروح دكتور المخ والاعصاب هل الدكتور بيكتب له دواء معين يقلل من هايبر اكتيفيتي اللي عنده او اكيد تشتت الانتباه اللي عنده؟ اكيد. علاج فرط الحركه في ليه علاج طبي وليه علاج سلوكي وليه علاج كمان غذائي. تمام. العلاج الطبي دكتور بيتكلم بيكتب للطفل دوت طب على ممكن يا مهدئات. دكتور ناخد
مكالمة تمام تليفونية نرجع تمام لحضرتك. مفيش أنا مشكلة. آسفة. تمام، معانا مداخلة تليفونية. أستاذة حنان، ازيك؟ عاملة ايه؟ يا أهلا الحمد وسهلا. لله، أهلا بيكي. ممكن أكلم الدكتورة لو اتفضلي. يا سمحتي؟ أهلا، يا أهلا اتفضلي وسهلا، دكتورة اتفضلي، حنان. تعالي الدكتورة اتفضلي. معاكي. تعالي. ازيك يا دكتور؟ يا أهلا حبيبة قلبي، أهلا وسهلا. أنا بحبك أوي والله. ربنا يكرمك يا حبيبة قلبي، ربنا يكرمك يا أنا رب. لو سمحت يا دكتورة، أنا كنت عايزة أقول لك على ابني. اتفضلي. هو دايما مثلا لو شافني ماسكة تليفون ولا كده يقعد ينتقدني أنا وبابا. ينتقدك؟ اه، تمام، ما انتوا ماسكين تليفون، ما انتوا فعلا هو عنده حق. مش وانتي بتمنعيه، ما انتي بتمنعيه، وانتي وانتي قاعدة قاعدة ماسكة عليه. التليفون. صح، ما هو طفل ذكي بتجيبوش، كمان مش اكيد بتجيبولي تليفون زيكم ليه؟ فاحنا طبعا. بعدين الحاجات دي عن الاولاد اصلا. طيب ما انتي بعد الحاجات ديت عن الاولاد، بس انتي ماسكاها قدامهم وانتي بتقولي له غلط وانتي قاعدة عليها، فهو مش هينفع ان احنا نمنعه من حاجة هو احنا مجرد بنعملها. تليفون يعني، بكلم اخواتي وكده، ما فيش نت، ما فيش حاجات من خالص ايوه البيت. ايوه ماشي، بس احنا بس نعرف الطفل ان هو احنا مش هينفع اصلا، لو الطفل متعود اصلا على التليفون بتاعه او على الموبايل بتاعه، مش هينفع ان احنا مره واحده نمنعه. احنا بس هنعمله جدول، هنعلمه فيه امتى نستخدم الموبايل، ليكي وقت من الساعه كذا للساعه كذا هنمسك الموبايل، واحنا كمان بالك هنعلمه برك وهنعرفه ان احنا كمان بنعمل كده. احنا لما بنخلص اللي ورانا بنقعد نقعد شويه على النت، بنقعد شويه على الالعاب، فهتبص تمام، تلاقيه ان هو هي يعني هيثبت معاكي ان هو شكرا. شايفك تمام. تمام، شكرا يا دكتورة، وشكرا يا أستاذة حنان على تواصلك معنا. شكرا عايزين حبيبتي. نعرف بقية العلاج يا دكتور بقى، انت قلت لي تمام، في انواع للعلاج. طبعا العلاج الطبي دكتور مخ والاعصاب هو اللي بيكتبه طبعا، بيكتب لنا على علاج مهدئ لفرط الحركة، وفي انواع تانية زي يعني في مهدئات وفي منشطات. المنشط دوت بيزود معانا الانتباه والتركيز، ويعني هم وجدوا فعلا ان العلاج اللي بيبقى فيه يعني نشاط اكتر اكتر من المهدئات هو اللي بيجيب نتيجه اكتر مع فرط الحركه وشتت تمام، الانتباه، لانه بيشتغل على الانتباه، ايوه بيشتغل ان الطفل يبقى منتبه، يقدر ان هو يتعلم لغه كويسه، يبدا ان هو يتعلم قواعد كويسه، نبدا ان احنا نعلم فيه قواعد يقدر يتعامل مع بس الناس. انا بحس يعني انا هي في اولياء امور كتير ما في بيحبش، اولياء امور بتبقى بتخاف، جايه. وحقها اي حقها. وفعلا الطفل بيبقى جاي لي مثلا مركز عندي برضو، هو واخد المهدئ بس هو مش مش صاحي، مظبوط، نايم، مش مظبوط الولد فعلا نايم، فعلا. فتحس ان هو ضارب حاجه كده قبل ما يدخل لي. انا بتكلم بقول هل ان المهدئ بيكون شديد عليه ولا؟ ممكن تكون الجرعه بتاعته كبيره، يعني ايوه، ممكن يكون الجرعه فعلا بتاعته كبيره، وفعلا لما اقول للام ما ومش كل تدخلوش الاطفال تاني. على فكره بتوع فرط الحركه محتاجين عليه، يعني في ايوه انا فرط بحس كده، حركه بسيط مش محتاج ممكن فعلا. الام تسيطر عليه، ايوه وفي فرط حركه متوسط ممكن برضك الام تعرف تسيطر عليه، بس طبعا بمتابعه اكتر وباهتمام اكتر، وانها تبقى مركزه معاه جدا عشان ما يعملش اي حاجه فيها مشاكل. ده ما فرط الحركه الشديد دوت محتاج فعلا ان انت الدكتور يكتب له على العلاج. ليه؟ تمام، الطفل دوت لو انت سبتيه كده والام خايفه انها تدي علاج، هتبص تلاقي الواد ده بيخرب لك في حاجات كتير قوي، ممكن يولع في الشقه، ممكن حرق ابيض. ممكن يأذي اخوه، ممكن يلعب بسكينه، ممكن يعمل حاجات كبيره يأذي نفسه ويأذي الاخرين. منين ما الطفل يوصل لحاجه زي كده، او احنا نلاقي ان الطفل وصل لحاجه زي كده، يبقى فعلا لازم تدخل عليكي طيب دوائي. استاذنك يا دكتور، ناخد نجوه من تمام، انا ونرجع نكمل كلامنا تاني. اتفضل. معانا استاذه نجوه من انا. يا اهلا. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام، السلام، اتفضلي. اتفضل. انا معايا ولدي عنده يعني رايح سنه ثالثه ابتدائي. ايوه تمام. كان الاول يعني سنه صغير في سنه وشهرين، كانت بيجيله تشنج حراري على طول، كهرباء في المخ. تشنج حراري كان يقول الدكتور. وبعد كده بيتكرر معاه كتير؟ طيب بيتكرر معاه كتير؟ ها؟ بيتكرر معاه كتير؟ في الفتره الاول دلوقتي عنده كنت 13 سنة. تمام. المهم خد لحد ما كمل 5 سنين فضل التشنجات، فبقى عصبي ما يسمحش الكلام، ما عايز يقعد في البيت، عايز الحد الممنوعة تبكي الرغوبة، ودايما يتعصب. وديته لدكتور مخ وأعصاب الثاني ليه مهدئات لـ6 شهور. طب الدكتور قال لك ايه؟ انا مش سامعه كويس. ادالها مهدئات لمدة ست تمام شهور تمام حلو. تمام. وبعد كده المهدئات تيجي ضربات قلبه بتجي معاه، ودايما نايم.
دايما نايم. نعم بسبب المهدئات. ما هو ممكن تكون المهدئ، طب انت ممكن جرعة تتعاملي مع كبيرة. الدكتور او تتكلمي معاه ان المهدئ عالي جدا عليه، ممكن نقلله شويه، لان انت المفروض ان انت اللي بتظبطي مع الدكتور، يعني انت اللي بتقولي له اه لا النسبه فعلا دكتور كبيره بتنيمه كتير، ايوه يعني هو انت اللي يبدا ان هو بتطلب. يقللها لك. ايوه انا قلت له كده، راح قال لي الثاني يعني قال لي ده تنفخي وتستمر معاه بتقلل الجرعه. بعد كده بقي عدلت فرصه كده يكون فايق فيه فاهم شيء، اجيبه من المكان الثاني اجيبه من المكان الثاني. انا مش يعني فاهمه الجزء الاخير. قلت لك ان هو بيتحرك كتير، ساعه ما المهدئ ان هو بيقل مفعوله او مش بياخده بيبدا يهايبر في كل مكان، تمام، يمشي فبيجيبه من هنا ومن هنا. طب احنا يمشي ممكن كمان ممكن نبعد عنه الحلويات والمواد اللي في الحاجات اللي فيها مواد حافظه على قد ما نقدر. نقدر ان احنا نشتغل معاه كمان تنميه مهارات، هتبصي تلاقي كمان يعني تمام. نلعب شكرا معاه العاب لحضرتك. رياضيه. انصحيها بقى يا دكتور، تمام. هي تعمل معاه ايه في البيت؟ انها تمنعه من كل الحلويات، كل الحاجات اللي فيها سكريات زياده دي بتاثر معاه اكتر وبتخليه هايبر اكتر. تمام. كمان المواد الحافظه، كل الحاجات اللي فيها مواد حافظه دي تحاول تبعد عنها عنه خالص. كمان تمام. تبدا ان هي تدخله او يعني تدخله يعني يلعب اي لعبه يطلع فيها طاقته، تمام. بحيث ان هو برك ما يبقاش قاعد طول الوقت بيكسر وبيعمل. لازم تشغلي وقته لازم تشغلي الوقت بتاعه، ولازم ان انت كمان تلعبيه كمان انت في البيت في العاب كمان يعني لفرط الحركه، بتبقى زي تدريبات الاتزان انا حاسه ان برضه اطفال فرط الحركه ده بيبقى جواهم يعني باور كده، اللي هو جدا. لازم انا اطلعه في وغصب عنه على فكره ما التكسير وفي تفتكرش اللعب. اي ام ان الطفل ده يعني بيعمل حاجه دي بيضايقها ايوه هو لا حاجه غصب هو عنه. حاجه غصب عنه، هو نشاط زايد في المخ زي ما كل واحده كده بتبقى متعصبه وانتي جواكي طاقه، هتروحي بالظبط تغسلي كده. مواعين، تكسري حاجه، تنكدي على حد، فاستحملي ابنك. صح. وديه العب رياضه، العبي فعلا انتي معاه، اعملي اي حاجه. صح فعلا. انا بحس كل ام يعني فعلا حته الاكل ديت، لما كان بيجي لي طفل فعلا المركز او حاجه اشوفه واكل اكل او شوكولاته قبل ما يجي لي، الولد فعلا بيتغير مهايبر، اللي هو ناقص يمشي على الحيطه. بالظبط كده، لانه هو يعني المخ بينشط على الحلويات، يعني بس تلاقيه طفل نشط جدا. لا احنا بنبعد عنه الحلويات خالص، وبنبعد عنه كل كمان الحاجات اللي فيها مواد حافظه. بتستبدلها بطبيعي يعني مثلا لو عصير نعمله في البيت فريش انا دايما لو بقول هو لكل بيحب. ام حطيه حتى ان شاء الله في العلبه بتاعه العصير، يعني فضيها وحطيه فيها بالظبط كده. علشان الطفل يبدا ان هو يتعود على الحاجه الطبيعيه مش الحاجه اللي فيها مواد حافظه كتير، لان ده صح بيهايبره. صح خلاص يا دكتور، احنا كده في ختام حلقتنا، تمام وختمنا حبيبة حلقتنا مع قلبي، حضرتك، نورتينا جدا ربنا واستفدنا يكرمك يا رب جدا ياسمين، بالمعلومات تسلمي لي الكتيره حبيبة ديت. قلبي، تسلمي لي، وأنا وانا كمان مبسوطه مبسوطة جدا في جدا إن أنا البرنامج، معاكي، ربنا يخليكي يا رب، ربنا يا رب يكرمك تكونوا حبيبتي، استفدتوا، يا رب يا رب، تنفذوا التعليمات دي مع اولادكم في يا رب، البيت، واي ام حاسه ان ابنها عنده هايبر اكتيفيتي تبدا تتوجه بيه، وما تسيبوش لما طبعا، يكبر تبدا تدور عليه، لان دي مشكله كبيره كبيرة جدا. جدا، وان شاء الله تشرفونا في حلقه جديده من برنامجكم حوار مع ياسمين. شكرا.